السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحباب كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. اش غنقول لكم اليوم؟ بغيت ندير واحد المفاجاه لوفاء. الصراحه هاد الله الدار اللي حنا ساكنين فيها اللي عطانا السي عبد العزيز الله يخلف عليه ما فيهاش البلاكار، ومازال عندنا الحوايج في الكراطان وهذا وفاء معذبه معاهم وهادي. انا الله عاد ساليت بغيت ندير لها مفاجاه نشري لها بلاكار. مشيت قبيله انا وياه شفنا شي بلاكارات وداك قلت لها ما عجبونيش وهذه صافي سي بون خلي نهار اخر ونشريوهم ان شاء الله باش نتلفها. ودرتها بها وهبطت المكناس وجيت لواحد المحل لقيت واحد البلاكار زوين حسبوه ليا ب 36 الف ريال، فيه ثلاثه ديال الدفات ومرايه في الوسط وهذه في الكحل داكشي اللي بغيت انايا ونتمنى يعجبها. المهم ما غادي نقول لها انا والو حتى تشوفوا داكشي كتركب وهادي تجي هي وتشوفوا. المهم تبعوا معنا، دابا نمشي لذاك المحل ونوريكم داك المحل منين شريت كيداير النيت وهذا وكلشي. بقاو معنا انتما كما كتشوفوا. انا دابا وصلت للمحل اللي غادي نشري منه داك البلاكار، وديجا كنت جيت عندهم هنا مشيت غير سديت الفلوس باش نجي نخلصهم. وريهم حمزه البلاكار. مرجان هذه الحاج؟ ها؟ مرجان هذه؟ هنا؟ ماشي مرجان، لا، شارع النصر. شارع النصر. النصر. شارع النصر. شارع النصر. راه ثلاثة د المحلات كاملين ديال الحاج. تبارك الله راه عنده ثمن مزيان. نصور الله حمزة. هانتوما كما كتشوفوا كاين هذا. دابا راه غير محل واحد من بين دوك ثلاثة د المحلات. تبارك الله هادشي زوين، الله يزيد له في الخير إن شاء الله يا ربي. كاين هادشي تبارك الله زوين. هانتوما كما كتشوفوا غنوريكم بلاكار اللي ديت انا. هذا هو البلاكار اللي اختاريت. صراحة الله ما كرهتش تكون فيه واحد المراية طويلة حتى لتحت، ولكن سي تخي دوماج ما لقيتش كاين غير هذا الشكل هذا. حيت هذا هو العبار اللي غيجيني انا وعجبني، ماشي مشكل نديرو مراية سيباري. كاين شي حاجة الفوق الحاج؟ اي كاين الصالون هاد ديال كوير وديال شو سميت المحل ديالك الحاج؟ اه فراشي دولوكس. فراشي دولوكس. الحاج راه عنده ثمن زوين ورجل معقول. هاد لي فوتو ديال الجلد دابا ولاو قلال ماشي بزاف، ولكن هو سي تخي كلاس راكم عارفين. تبارك الله راه عنده ثلاثة د المحلات هنايا، كاين محلات حسن من هكا. غير أنا ما عنديش الوقت بزاف عاوتاني خص باش يعطيوني داك البلاكار. كما كتشوفوا كاين حتى هذا المحل الاخر حتى هو عنده هنا طلامط، كاين طبيلات، كاين بزاف ديال الحوايج. كيف قلت لكم الحاج الله يعمرها دار، حنا ديجا كنا كنتقداو من عنده، يعني جيت ديريكتوم عنده لهنايا عرفت شنو غيدير معايا شي ثمن مزيان. هذا حمزه نشوفو عاوتاني شنو كاين هنا، ولكن هنا عاوتاني هذا الشيء هذا بيت النعاس. من كل ما كيخص الاثاث كاين. انا عاد شتي تليفون خلصت دابا نسين باش يعطيني البلاكار ديالي ابخي نمشي، وغادي يبقى داك البلاكار في الطوموبيل حتى نديه نركبو في ازر. يلا المهم بقاو معنا. انا رجعت لكم الحباب كي دايرين كلشي مزيان؟ شو راه رقيت؟ يلا عاد طلعنا داك البلاكار كيف ما كتشوفوا. دابا راه عاد كنمونطيوه كما شفتوا الحوايج كانوا هنايا لهي، كاينه شي حاجه في داك القمت من لهي ديال الحوايج بارتو. نقدم لكم السي محمد. مرحبا. هذا هو الدري اللي قلت لكم قبيله مسكين تعذب معنا، هذا باش غادي يجي مونطي لنا هذا البلاكار. هذا غنخلي لكم النمره ديالو. تبارك الله عنده مونطاج زوين، اللي بغى شي حاجه ديال المونطاج في مكناس ولا شي حاجه يتصل به. الله يعمرها دار دري درويش، والمعامله هي كلشي، التعامل عنده واعر. انتم كما كتشوفوا الخفه في الاداء ياك ابو محمد. الله يحفظك اخويا الله يكبر بك. الخبره ديال 20 سنه. مزيان 20 سنه ديال الخبره راه ما ساهلاش. دابا محمد بحال هاد البلاكارات بحال هكا شنو تنصح الناس؟ حيت بزاف ديال الناس كيتشكاو تيقول لك ما صححش وهذا،
شنو تنصح الناس باش ي... بالنسبة أخويا هاد البلاكارات عندهم حاجة واحدة، عندهم جوج حوايج اللي خايب ليهم، وهو الماء والثانية قوة الرحيل. وكاين الناس اللي تيبقاو يزعموا على راسهم باش يحلوا راسهم، هذا هو اللي تيخلي باش يفرع، باش إذا كان تيرحل ولا شي حاجة يحل راسو وتيخرج عليه داكشي. بالنسبة لي تنصح الناس اللي بغا يرحل عنده شي بيت نعاس بحال هكا ديال برا، يجيب المعلم لي سبيسيال ديال هادشي اللي غادي يحلو ويمونطي. بالنسبة حتى النجارة اللي عند ما تيكونش عندهم خبرة بزاف، النجارة حنا عندنا سبيسياليست ديال المونطاج، ماشي هو النجار، حنا ما عندناش الخبرة حتى النجار، ولكن عندنا سبيسياليست في هادشي ديال المونطاج. لي تنقول لهم انهم بالنسبة لهادشي هذا يحاولوا عليه غير من الماء والرحيل. انتما كما كتشوفوا دابا السبب على سر المونتاج ديال هاد البلاكار هذا، الله يرحم الوالدين اخويا اسمح لي، تبارك الله عليك. تقريبا دوز شي ساعة وربع بحال هكاك في هذا المونتاج، قال لي هو نورمالمون كندوز فيه ساعتين ولاني بالليل. انتما راه عرفتي داك الشيء مريق بصراحة، لا شي في بلاصتو. الله يرحم الوالدين. هاني يا عزيز، الصحة والراحة. الله يحفظك. نقربكم من البلاكار تشوفوا كي داير. نتوما كما كتشوفوا هذا البلاكار هذا راه ماشي هو داك اللي توريتكم قبيله، هذا عنده الرجيلات لتحت على حسب السياق وداك الشيء باش ما يفرعوهش. نتوما كما كتشوفوا وفيه المرايه طويله، الاخر ما كانتش فيه المرايه طويله، وفيه لي زيطاجير بزاف. هانتوما صراحة الله زويون. هذا المهم دابا بقاو معنا تنشوفو وفاء، راه مازال ما تخبر عليا حتى حاجة. هانتوما كيما كتشوفو وفاء راني قلت ليها داير لك واحد المفاجأة، ولكن ما عرفتش شنو النوع ديال المفاجأة. ما عرفتش. وانا غادي نسولها دابا، انت في نظرك مثلا شنو التخيلات اللي كتخلي شنو هاد المفاجأة، شنو غادي يكون فيها؟ مفاجأة ما شنو غيكون فيها؟ على حسب التخيلات ديالي انا. على حسب التخيلات ديالك انت. كأي بنت مكياج مكياج ماشي مكياج. لا ماشي مكياج. اسمع، كوكياج. كوكياج؟ لا ماشي كوكياج. خش دير الاخر نتصن نديرو. يلا زيدي. شنو واحد اخر؟ قرعة ريحة. لا ماشي قرعة ريحة. لا ماشي قرعة ريحة. شي لبيسة كبيرة، هذه شي حاجة كبيرة. كبيرة طوموبيل. لا تراكتور. نقولك نجر سال هذاك الشيء. لا لا شكل لا لا قال انا نجار. لا 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 ما سالش نجار. و شنو تمشي تشوفها؟ نمشي نشوفها. ها تمشي نشوفها. ما تحسي زعما كبر قد يطلق بحال ديك العرب. دابا المرقه توري. لا ورقه الزواج. لا ورقه الزواج كاينه الحمد لله. لا ديال المراه الثانيه. حتى راه غنطي جنت شي خرجتينا من الكادر كاع سمحوا لنا. المهم وفرة ما كتعرفش تضحك في هادشي كامل. لا والو شوف، لا تكسر شي حاجه فيها معقول. معقوله هادي شي حاجه معقوله. الريحه قلتها، ماكياج قلتها، اللبسه قلتها. اش غديري بينهم؟ ياك ماشي كارت فواياج غنمشي نسافر. باش نفهمكم، هاد الكادو هذا كنت درتو وفاء كان سافر الحاج، بقينا معمولين الدار هنايا. هي مازال ما عرفت حتى شي حاجه، وقررت باش ندي هذه الليله هذه وتشوف ذاك الكادو اللي انا درتو. يعني راه ماشي في نفس النهار، صورت الكادو بوحدو، دابا عاد غادي تشوفي الكادو. ولكن بنتي اللي انتيا زرقاء ما غتعرفي والو. زرقاء ما جيتي زعما في زرقاء زعما ما فهمتي والو زعما فهمتي. ولكن انا دابا كتقولي دابا دابا نحبس دابا جيني متالي. الله يسهل عليك تتمشي ان شاء الله. بقاو معايا تتشوف شوفوا شنو وصلنا. مليت اضرار كلشي ناس ياك هو تي الناس والناس ناعسين وسامع نعس لي في الطريق. حتى انا جاني نعاس مشي نطلع نشوف المفاجاه. حتى انا واخا في الناس ما تعرفش الواقع شنو كاين. طرني الراس شوف المفاجاه. اجي شوف المفاجاه شنو فيها. يا ربي تكون حاجه زوينه. يا ربي يا ربي ربي تسمعنا.
ربي خبر الخير يا ربي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شوف شنو كاين، حطوا السماء هنا. بسم الله. عادي دابا راه خصني شخص زعما ندير هذاك البحث ديالي الخاص. شوف كيف ما فيه حتى شي حاجه، معلق والو. المهم شي حاجه هنا في الدار. في الدار مخبعه في شي بلاصه. ما قلبي دبر راسك، قلبي انت قلب. باهي شوف ما كاين والو، جات ليا زعما شنو شنو غيكون. لا ماشي شي حاجة، شنو هي؟ شنو بارك مبسالة الله عطاك السر؟ شنو مخبى هنا؟ اه مالك واش؟ شنو هي؟ شنو بارك الله يهدي فيه؟ نشوف الكوزينة؟ يا ربي يا ربي، الكوزينة نشوفو؟ اه ويلي كنتي وقعت الكوزينة مروبلة نقتلك، نقتلك، عطا الدنيا يجي. واش كيفاش هادشي حاجه واش محطوطه ولا معلقه ولا غير انت صبيبه لا غير عطيني غير كمثال، واش معلقه ولا محطوطه؟ محطوطه وكبيره باينه نيت، باينه الله ورقع. واش انا لا نقري الحوايج مابقاش نشوف الكوزينه ما كاين والو، يعني ما خبرش شي بلاصه ولا بيني وبينك دابا انت بانت لك غير الكوزينه والصالون صافي، هما اللي كاينين في الدار هادي. ما كاينش تما، ما كاين والو تما والله، ما كاينه تما بالله، حلفت لك بالله، امنت بالله. بقات بيت الناس نشوفو شنو كما قوى الله. ها الصو سابقني داك تجي فينا هنا يشري لنا بلاكار وانت غتموتي لنا. وي تبارك الله شحال فن راس تشتي الحوايج، شفتي دا شحال الحوايج عقل قريتها بعدا ديجا طويتهم مالي شحال غزال. ويلي اني راك جدر والله الا راك جدر بالله، كي جاك زوين وي فن والله الا غزال غزال والله الا فن فن شكت تعلقي فيه انك شي تهبطي. لا 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 والله الا غزال عجبني واعر دال اللي قد ديال المجر والله الا واعر اي شكرا. ولا حداك الصيك تما انت ما تقول راجل ما حدك شو ما كيصفش حتى هو. شكرا 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 بزاف. خلي تشوفي داكشي اللي كيدير معاك حنا من داخل. بسم الله واو واعر. واش شتي هاد الحديده اللي كتعلق سميتي ديال الخشب؟ ديال الخشب اه فن واعر غزال. شوف هاي هاي نسيت بدا حطيتي نتا حوايج كاع من دابا ناري شحال غزال واعر 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 عليهم. والله الا صدمتيني وحق الله ما كنتش متوقع الصراحه الله اقسم لكم بالله البنت ما كنتش متوقع زعما نلقى بلاكار كاع ما قلت ما طاحش اصلا في بالي. ما شتيش الجهه الاخرى؟ فين الجهه الاخرى؟ ديال البلاكار بحال ما زال شي حاجه وحده اخرى الله يحفظك. الجهه الاخرى من شي حاجه اخرى هاكا كيف تفكر؟ بص شفتي لي حوايجي هاي 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 لا شتي شتي زعما ونعم الراجل زعما حق الله ونعم الراجل عليه خطاك. اقسم لكم بلا شتي ما كنت ما كاع متوقع زعما نلقى زعما بلاكار ولا ما قلتش قلت زعما على الاقل قريحه. دابا عرفتي فوقاش شريت هذا البلاكار هذا؟ فوقاش اليوم؟ اه النهار اللي تعطلت في مكناس بقيتي كتسولني كتشري شنو بغيتي دير في مكناس فاش كنا مشينا للحاجب وبقينا كنشوفوا البلاكارات وقلت لك لا بلا ما نشري وخلي مره اخرى. اييه فاش كنت نصور عليك قلت لي في مكناس وباز والله الا باز. شكرا. هاد البلاكارات راه تركب من بعد دابا يومين عاد شفتوها. سي غزال زوين زوين. بعد يومين ولا ثلاث ايام واقيلا. زوين والله لفت نفت. عجبني علاش حيت انا تبي تعطي الحل. واعر واعر غزال. راه شفتي دوك الرجيلات على حساب الجفاف ولا التسياق ولا شي حاجه. لا كتخمم كتفكر لي زعما في التسياق والتخميم انا كنهز لي لهم زعما ما كاينش. يا بالصحة والرحمة. يعطيك الصحة شكرا الله يا غزال وعجبني بزاف و شنقول لك والله ما كنت اصلا ما كنتش دايره في بالي نلقى بلاكار والله العظيم ما كنتش دايره في بالي البنات. لا زعما ماشي غير مفاجآت لا مفاجأة وفرق عادي ماشي.
غزال. يلا بصحة وراحة. يلا ديري تحية للمشاهدين نقول لهم بسلامة. تحية للمشاهدين وشكرا للمستمعين. عجبتك بعد المفاجأة؟ غزالة والله العظيم. شكرا 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 لكم بزاف بزاف بزاف. ومفاجأة كانت شنو نقول لكم؟ ماشي ما كنتش متوقعها صراحة. الله ما كنتش دايرة بالي على نلقى بلاكار. ساعة اللهم لك الحمد. أصلا كنا ناس محتاجين له. وكنا حاطين حوايجي في واحد البلاصه. صح دابا الحمد لله دابا بلاكار جا وجابوا لنا ايوب. وتحياتي لكم وشكرا لكم وشكرا لايوب حيت درتي لي المفاجاه هذه. نعوضك ان شاء الله في ساعه الخير. وتحياتي لكم البنات وشكرا للمتابعه ديالكم. كنحمق حمق حمق عليكم. السلام عليكم.